إمام عاشور يجري جراحة ناجحة على مستوى الكتف اليوم، وموعد سفر بعثة النادي الأهلي لتنزانيا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. متابع المشجع مع احمد عشاق، النادي الاهلي في كل مكان، لايك وشير ومتابعة للصفحة، ونصلي على النبي في الكومنتات ونبدأ حلقتنا به. طبيب النادي الاهلي يؤكد امام عاشور اجرى جراحة ناجحة اليوم في احدى مستشفيات القاهرة، واللاعب سيغيب لمدة لثلاث اشهر. كل الامنيات القلبية لامام عاشور والعودة احسن من الاول ان شاء الله. مارسيال كولر المدير الفني للنادي الاهلي يقرر سفر بعثة النادي الاهلي صباح يوم 27 من اجل خوض مواجهة سيمبا التنزاني. والنادي الاهلي يخوض اولى تدريباته في تنزانيا في نفس اليوم عقب الافطار مباشرة، ويخوض تمرينتين اخر يوم 28 قبل المواجهة بيوم. المباراة يوم 29 في تنزانيا. حسين الشحات ينتظم في تدريبات النادي الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة سيمبا التنزاني. وكل الإشاعات بأن تجدد إصابة ياسر إبراهيم فهي إشاعات فقط، ولكن التمزق اللي كان عند ياسر إبراهيم كان كبير جدا، فبيحتاج فترة كبيرة من أجل الالتئام، ولكن ياسر إبراهيم بيسير بخطة ثابتة في التأهيل، وسيعود قريبا إن شاء الله للتدريبات تدريجيا في النادي الأهلي. أليو ديانج بيبدأ الجري حوالين الملعب، يعني خبر سعيد لمارسيال كولر ان أليو ديانج بدأ يجري دلوقتي وقريبا سينتظم في تدريبات النادي الأهلي. ايضا محمد الشناوي سينتظم منتصف الشهر القادم في تدريبات النادي الأهلي ان شاء الله الجماعية، حتى موعد عودته للفريق ان شاء الله قائد الفريق محمد الشناوي. محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يصدر فرمان بإيقاف كل ملفات التجديد وملفات التعاقد مع اللاعبين من أجل التركيز في مواجهة سيمبا التنزاني، المواجهة المصيرية للنادي الأهلي في دور الربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا. كل التوفيق للنادي الأهلي والصعود إن شاء الله من بوابة سيمبا التنزاني. أيضا خبرنا الأخير، محمد بركات مسؤول اتحاد الكرة بيسهل أمور حمزة علاء وكريم الدبيس من أجل العودة إلى القاهرة والسفر مع بعثة النادي الأهلي إلى تنزانيا لخوض مواجهة سيمبا التنزاني. لايك وشير ومتابعة للصفحة، يوصلكم كل ما هو جديد، وندعي في الكومنتات بفوز النادي الأهلي إن شاء الله وسلامة إمام عاشور، وندعي لإخواتنا في فلسطين إن ربنا ينصرهم بإذن الله خلال الشهر الكريم.